اللقاء اليوم يأتي في إطار برنامج اللي كتقوم به جمعية حقوق وعدالة اللي كتشتغل عليه منذ سنة 2014 في إطار محاربة تزويج القاصرات في المغرب. بطبيعة الحال هذا النشاط هو مجرد نشاط من ضمن عدد من الأنشطة اللي تنظم جمعية حقوق وعدالة. اليوم اللقاء ينظم بشراكة مع ودادي الحسنية القضاة ودادية موظفي العدل في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها اللي كتجمع ما بين جميع الفاعلين في القطاع واللي عندهم علاقة مباشرة بموضوع التزويج أو الإذن بتزويج الطفلات القاصرات. بطبيعة الحال الدور ديال المساعد والمساعدة الاجتماعية هو دور مهم على اعتبار أنه تم التنصيص في إطار مقتضيات المادة 20 اللي كتسمح بالتزويج وبالاستثناء من تزويج ديال سن الرجل القانوني اللي أقل من سن الرجل القانوني بإنجاز بحث اجتماعي. هذا البحث الاجتماعي يمكن للقاضي أن يأمر به ويعين مساعدا من المساعدين الاجتماعيين أو مساعدة اجتماعية من أجل إعداد تقرير الذي يتم اعتماده في إطار تكوين قناعته أو سلطته التقديرية في التزويج من عدمه أو في الإذن بالتزويج من عدمه. وبالتالي نعتقد على أن دور مساعد أو مساعدة اجتماعية في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة هو دور مهم، وبالتالي اللقاء اليوم هو في إطار فتح النقاش والحوار الهادئ ما بين السادة القضاة والسادة المساعدين والسيدات المساعدات الاجتماعيات في سبيل التوصل إلى توصيات من شأنها أن من ممكن أن يتم اعتمادها في إطار الحملات الترافعية التي تقوم بها جمعية حقوق وعدالة في سبيل إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة وحصر سن الزواج في سن الرجل القانوني اللي هو 18 سنة. كان لنا كامل الشرف الحضور في هذه المائدة المستديرة المنظمة حول تزويج القاصرات وأي دور للمساعد الاجتماعي في تفعيل المادة 20 مدونة الأسرة، وهي المادة التي تنص على تزويج القاصر عن طريق التي لم تصل إلى السن القانوني أي سن 18 سنة. الموضوع موضوع رهيني، موضوع له أهميته في بناء الأسرة والمجتمع المغربي ككل، ولا يخفى علينا كمجتمع مدني ومجتمع حقوقي أن لهذا الموضوع هو موضوع يعني عنده يعني أن الترسانة القانونية حاليا لم تعد قادرة لإجابة على تساؤلات المجتمع المدني في المسألة ديال تزويج القاصر، ويعني أن النقاش داخل القاعة كان دائما يتجه نحو محاولة الحد من ظاهرة ديال تزويج القاصر، خصوصا مع تنامي الظاهرة في مجموعة من المناطق. الهدف كان اليوم هو محاولة يعني إزالة الغطاء على هذا الموضوع والنقاش دياله من عدة زوايا، زوايا قانونية، زاوية اجتماعية، وزاوية حقوقية، على أساس أننا تكون عندنا واحد النظرة شمولية على الموضوع والخروج بخلاصات التي أو اللي ممكن أنها تساعدنا وتعاوننا في إعطاء واحد الإضاءة للمشرع المغربي في أنه يحاول تعديل المادة بما له من صالح الطفولة المغربية وبالخصوص للشابات المغربيات.